هناك بعض الناس لحد النهارده بيتعاملوا مع الفكره دي. يعني مثلا تلاقي زوج انفصل عن زوجته علشان مثلا انجبوا طفل قدرات خاصه. تخيل بجد التاخر في التفكير. تخيل، تخيل ان في ناس لحد النهارده بيفكروا بالشكل ده. يعني ده تفكير غريب. احنا في 2024 وعندنا ناس لسه برضو كنا بنتكلم في الموضوع ده في الاجتماع النهارده داخل الاتحاد في الجمعيه العموميه، ان في ناس لسه بتفكر بالشكل ده. والحقيقه ان دي حاجه محزنه لما تبقى انت اب. في امهات طبعا برضو بيعملوا كده لكن نادرا، يعني موضوع صعب قوي لما يبقى في اب انجب طفل او زوجته انجبت طفل وكان قدرات خاصه وينفصل عن زوجته عشان هو يعني لا. الموضوع صعب قوي قوي لما نبقى لسه بنفكر كده. ده انت ربنا بيكرمك بنعمه ان انت تستثمر فيها، تستثمر فيها ثواب وقيم اخلاقيه، وان انت تقول وتتحدى اي حد وتقول ابني ده احسن من مليون حد، بطل رياضي عنده موهبه عنده اراده عنده تحدي. والناس تبقى مش بس فخوره بابنك، فخوره بيك. يقول لك بص الاب والام دول عملوا بطل، عملوا بطل غير طبيعي. وياما شفنا ابطال، ياما شفنا ابطال يعني كان عندهم بعض يعني من ذوي القدرات الخاصه او حتى عندهم مشاكل فرط حركه او ما شابه، وابطال، ابطال اولمبيين وبارالمبيين. فيا جماعه يعني لا اخلاقيا ولا دينيا في كل الاديان السماويه ولا على المستوى الاخلاقي ولا اي حاجه، ولا كمشاعر ولا كانسانيه ولا كاي حاجه، ان يبقى لسه في ناس بتفكر التفكير ده. ده ما فيش اي دين بيقول كده، ولا اي اخلاق ولا اي مشاعر ولا اي عاطفه ولا اي فطره من اب وام تقول كده. مفيش حاجه بتقول كده. ولكن الحقيقه الاغلبيه العظمى اللي بشوفهم قدامي سواء في النادي سواء في منتخبات سواء 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 او في كل المجالات مش شرط رياضه بس، الحقيقه عندهم سعي وحب وتفاني تجاه اولادهم من ذوي القدرات الخاصه، بجد تفاني، تفاني في التمارين وفي الدراسه وفي بيوصلوا بيهم لاعلى اماكن ممكنه. انا بحييهم من قلبي، من قلبي بحيي اولياء امور ذوي القدرات الخاصه. انتوا ابطال، مش بس ولادكم اللي ابطال، انتوا ابطال بجد. بشكركم من قلبي الحقيقه يعني.